تعالوا دلوقتي نروح نتعرف على أبرز وأهم الفعاليات الثقافية والفنية اللي اتعملت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، واللي كان أبرزها مجموعة من عروض التنورة والأراجوز. كمان هنشوف دلوقتي فرحة الجمهور بالأيام الأولى من فعاليات المعرض. خلينا نروح لهذا التقرير الخاص لزميلنا محمود جميل، نرجع لحضرتك على طول. لكل عشاق الثقافة والمعرفة والقراءة، أهلا بكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54. المعرض هو الحدث الثقافي الأبرز اللي بنستناه من السنة للسنة، بس السنة دي دورة مميزة جدا مليانة بتفاصيل فنية وثقافية. يعني لو بتحب الثقافة لازم تيجي، ولو بتحب الترفيه برضه هتيجي، لأن المعرض فيه فعاليات فنية وثقافية كتيرة جدا، وبتخلق حالة من البهجة والسعادة مع غذاء الروح والعقل بالقراءة. طب ازاي؟ تعالوا بينا نشوف. المعرض بصراحة شغل هايل السنة دي، الناس بتقول غالي ومش غالي، في ناس بتقول غالي، لكن هو بصراحة لا، الأسعار فيما يعني معقولة بنسبة كبيرة. هناك في الناحية التانية عند قاعة 3 و4 في الأزبكية اللي هي السور الأزبكية، وهنا برضو الأسعار مش غالية قوي. لا بصراحة المعرض يستاهل إن احنا كذا مرة. المختلف أو الديفرنت في المعرض النهاردة إن طبعا القاعات الجديدة جميلة جدا وأنيقة قوي وتليق بالمجتمع الثقافي. كمان في تشجيع كويس جدا وجذب كويس جدا للسياح هنا، شايفه كمان اقبال غير طبيعي في المكان. فالحقيقه الفعاليات جميله جدا، ودار النشر جوه بصراحه اكتر من دار كمان عامله احتفالات رائعه جوه، والاحتفالات كمان اللي بره ممتعه جدا. صراحه لما دخلت جوه لقيت الموضوع متنظم حلو، يعني صراحه كان الاجواء جميله جدا، واحلى حاجه الهدوء وكل فيه تنظيم جدا جوه المعرض. المعرض المره دي يعني دور النشر كتير واتجهت لاكتر للترجمه اكتر، وده حاجه كويسه يعني. والفعاليات يعني زي ما انت شايف عندك هناك اهوت، الحاجات الثقافيه ديت جميله جدا ماشي. عندك التنظيم دور النشر، كل دار نشر بتنافس على افضل اعمال تمام، سواء الترجمه او سواء التاليف. كل وبقت دور النشر بتتجه اكتر لانتقاء الاقلام. انا متواجد حاليا للسنه الثالثه على التوالي تمام، بس بامانه يعني اكتر سنه حببتني في المعرض، وسنه جميله وعروض واشواق جميله، فكانت السنه دي سنه مختلفه جدا. يعني اكتر من الفنانين اللي مشاركين فيها تمام، اكتر من كاتب موجود يعني بقصص مختلفه، بقصص جميله يعني جدا. يعني شعبيا الناس المره دي اكتر بكتير، تختلف عن السنين اللي فاتت كان كورونا وكده، بس الحمد لله يعني عدت المرحله دي على خير. فبامانه يعني السنه دي حاجه جميله جدا. المعرض جميل، انا اول مره اجي، بس الصراحه استمتعت ان في فعاليات كتير وفي دار نشر كتير. كان نفسي ان انا زمان اقرا مارفل وحاجات كده، لقيتها فعلا هنا في كذا دار نشر بتنشرها وبسعر كويس جدا. انا الصراحه استمتعت، الفعاليات والحفلات جميله جدا، نفسي اجي كل سنه والله. يعني معرض الكتاب في ناس بتيجي كفسحه او خروجه مثلا فنيه، وفي ناس بتيجي عشان تقتني مثلا روايات، يعني روايات او كتب وكل ده، فهو ينفع لكل الأجواء يعني كل اللي بيميل لحاجة يعني. طبعا بعد توجيهات الأستاذ الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، بننزل المعرض سنويا، بنقدم إصدارات في مجالات الفنون، سينما، مسرح، موسيقى، دراسات نقدية، أدب. كل ده بيبقى بأسعار مدعمة، وزارة الثقافة هي اللي بتقوم بتدعيم سعر الكتاب، فبيبقى أرخص سعر للكتاب في المعرض كله. الإصدارات بتاعتنا بتخص الباحثين وبتخص الدارسين في مجالات الفنون. طبعا المعرض السنة دي في ظل الظروف الاقتصادية اللي العالم كله فيها مختلف بالنسبة لنا ككتاب أكاديمي. أنا السنة دي طبعا نظرا للظروف الاقتصادية أنا عاملة خصم من 30% ل70%، ومع ذلك الكتاب بالنسبة للجمهور اللي هو يعني مش أنا كتاب أكاديمي، مش أي حد بيشتريه، أنا بعتمد على الجامعات، الوزارات، الإنسان اللي هو حابب يقرأ في مجال التغذية، في مجال التربية، في مجال الإدارة، التطور الجديد في الموضوعات دي.
دار القديم عاملة مبادرات كتير، مش في المعرض بس، في المعرض وبره المعرض. في المعرض عاملة مبادرة أي كتاب بعشرة جنيه، مبادرة لتشجيع القراء والتشجيع على الكتاب، على القراءة عموما. الكتب في روايات وفي كتب علمية وفي أشعار رومانسية وكل الأنواع. طبعا معرض الكتاب المصري هو من أكبر المعارض عالميا، رقم واحد على مستوى الوطن العربي بالطبع. معرض القاهرة الدولي للكتاب من أفضل المعارض وأكثرها تواجدا للجمهور، وإحنا يعني بالنسبة لنا هي المشاركة الأهم على مدار العام. هو كل مرة بيبهرني عن المرة اللي قبلها، يعني كل مرة بشوف حاجة جديدة، بشوف تنظيم أكتر من رائع، بشوف اهتمام بكل الناس بكل حاجة، في الترفيه اللي فيه، كل احتياجات الكافيهات اللي معمولة برا، فمتوفر فيه كل حاجة، وبصراحة حاجة مشرفة جدا لمصر. معرض القاهرة فرصة ممتازة طبعا للالتقاء مباشرة ما بين الناشرين وجمهور الكتاب، لأنه في المعتاد إحنا بنلتقي بالجمهور من خلال وسيط اللي هو المكتبات، فالمعارض دايما فرصة جيدة لأن إحنا نعرف رد فعل الجمهور العادي على الأغلفة، على المحتوى، على الأسعار، ونجري حوار مباشر معاهم بيفيدنا في تطوير عملنا.